نكمل كلام عن الاس بي اف والجداول اللي ممكن تكون موجوده فيه. فاكرين يا شباب الريب كان فيه كام جدول؟ تيبل اللي موجود في الريب مش غيره هو الراوتنج تيبل. كنت بتشوفه ازاي الشويه كبيره؟ في حاجه ثانيه؟ لا مفيش. الاس بي اف فيه ثلاث جدول. في جدول اسمه طبعا الراوتنج تيبل زي ما انت عارفه ده اللي فيه افضل المسارات اللي فيه البيست راوت. وفي جدول تاني يا احمد اسمه النيبر تيبل جدول الجيران. بيبقى فيه حاجه اسمها كده الراوتر اي دي بتاع الراوتر بتاعك. بيجيب لك الراوتر اي دي بتاع جيرانك. في جدول تالت اسمه التوبولوجي تيبل وتقدر تقول كده يعني انت يمكن مش هتتعرض له في سي سي ان اي ولكن تقدر تقول فيه يعني هي مش صح المعلومه اللي انا هقولها بس مناسبة ليه في السين اللي بتبدا فيها تفصيل. اذا كان الراوتنج تيبل فيه افضل المسارات اما فالتوبولوجي تيبل فيه جميع المسارات القريبه والبعيده. ماشي كده يعني مثلا انا اقدر اوصل للراجل ده بثلاث طرق مين افضلهم؟ ده اللي يظهر في البيست راوت. طب والثلاثه كلهم موجودين في التوبولوجي تيبل. البيست راوت والطريق الثاني والطريق الثالث هتبقى في التوبولوجي تيبل. ولكن يعني هي مش بقول لك هي مش معلومه صح ولكن التفصيل بتاعها بيبقى فين؟ في السي سي ان اي. لانك بتدرس بقى حاجه هنا انواع ال اس اي ال اس اي تايب 1 ال اس اي تايب 2 ال اس اي حاجات من دي يعني. فدي اللي بيبقى فيها انواع ال اس اي ان صح التعبير. فانت مش هتفهم معنى حاجه زي كده الا في السي سي ان اي لو ناخد تفصيل حاجه زي كده. انا كل اللي يهمني في الاوس بي اف تيبل في السي سي ان اي الراجل ده والراجل ده الراجل ده والراجل ده نيبر تيبل والراجل ده راوتنج تيبل في افضل مسارات نيبر تيبل في جيران. طيب في النيبر تيبل بيجيب لك الراوتر اي دي بتاع الراجل اللي جنبك او الراوتر اللي جنبك. حد يقول لي يعني ايه راوتر اي دي؟ اي دي اختصار ايدنتيفاير. اي بي يميز الراوتر هو العنوان المميز للراوتر. خدت بالك يا عم محمد؟ يعني ايه برضه راوتر اي دي؟ انا خلينا افهمك بس موضوع يعني ايه راوتر اي دي. قال لك ان الراوتر اي دي يعني مثلا بص شوف انا عندي راوتر هنا عندي راوتر هنا عندي راوتر هنا. فالراوتر ده اسمه ار 1 وده اسمه ار 2 وده اسمه ار 3. قال لك ممكن تعمل اي بي يميز الراجل ده يخلي مثلا 1.1.1.1 ايه رايك في الاي بي؟ وهنا 2.2.2.2 وده 3 3.3.3.3 وهنا 2.2.2.2 بحيث لو انت واقف على الراجل ده وعايز تشوف النيبر تيبل تقول له شو اي بي اس بي اف نيبر يجيب لك الجيران ويقول لك انا جنبي 3.3.3.3 و2.2.2.2 فتعرف ان جنبك الراوتر 2 وجنبك الراوتر 3. انما لو انت ما عملتش الراوتر اي دي لو ما عملتش لكل راوتر راوتر اي دي هيجيب لك بقى الاي بيهات الحقيقيه الضخمه اللي موجوده على الراوتر. فانت ما انتش عارف الاي بي 172 16 30 مثلا اذا كان الاي بي اللي هنا مثلا يعني 172 16 30 7 وفي هنا برضه اي بي 133 214 3 5. فيقوم لما تقف على الراجل ده تقول له شو اي بي يو سبيس نيبر وريني الجيران يظهر لك اللي جنبك 172 16 30 7 و133 200 مين ده راوتر كده؟ شفت هنا؟ خدت بالك ان الاي بي ده والاي بي ده شكلهم صعب شويه انما الاي بي ده خدت بالك؟ سهل جدا يقول لك جنبك راوتر 3 جنبك راوتر 2. فدايما يفضل وانت شغال بالبروتوكول بتاع الاوس بي اف اعمل لكل راوتر اي بي اي بي مميز وسهل وبسيط. ماشي كده؟ طب الراوتر اي دي اعمله ازاي؟ اعمل الاي بي المميز للراوتر ازاي؟ قال لك تعمله ازاي يا عم حسين؟ تعمله كده. الراوتر اي بي هو اعلى لوب باك اي بي. يعني ايه لوب باك؟ هقول لك دلوقتي. الاختيار الثاني ومفيش لوب باكات على الراوتر بتاعك هو اعلى فيزيكال اي بي ادريس.
عارفين الاول يعني ايه لوب باك؟ لوب باك دي فتحه وهميه ممكن انت تفتحها الراوتر وتحط لها ايميل زيها زي فتحه اس ار 0 وسيريال 0 اي زي فتحه. تقول له انا مثلا عايز افتح فتحه وهميه على الراوتر، تقول له تقف على الراوتر كده تقول له انترفيس لوب باك 1 مثلا، افتح لي الفتحه الوهميه لوب باك 1، يقوم يفتحها وتحط لها اي بي، تحط لها اي بي، تحط لها بقى هنا الاي بي المميز بتاعها ازاي؟ هقول لك دلوقتي. تخيلوا معايا يا جماعه اللاب ده اصلا شربنا ده كان واجب بتاع الشباب المره اللي فاتت، فالناس مروته اللاب ده بلوز بيه، فانا ممكن اسمي الراوتر ده ار 1 تقول حضرتك وهنعمل له لوب باك 1 1 1 1. بس الاول تعال نشوف بتعمل ازاي. لو انا وقفت على الراوتر بتاعي وقلت له انترفيس، انترفيس انترفيس ايه بقى؟ لوب باك، استناني كده عشان تتكتب معايا اكزت انترفيس لوب باك، واكتب رقم اي رقم يعجبك وليكن انترفيس لوب باك 0. شوف يا شباب فتح لي انترفيس وكانه اي بي بحق وحقيقي، قول له اي بي ادرس ماشي كده وصل 1111 والمصر ايه ده ايه ده؟ حد عارف الماسك اللي انا كاتبه ده معناه ايه؟ ها؟ مش برودكاست يا احمد، ده ماسك، ده ماسك، ها؟ عارف ده معناه يا محمد؟ معناه ان الاي بي 1111 ده موجود على الفتحه دي، والفتحه دي الماسك بتاعها كده، عارف ده معناه ايه؟ ان مفيش هوست هو اي بي 1 في الشبكه دي. دي معناه كده الفتحه دي عليها الاي بي 1 وده اي بي 1، مفيش يعني حد يقدر يقول لي اي بي تاني في نفس الشبكه دي؟ 1112 لا غلط، هو 111 بس اي بي 1 في الشبكه دي بس، وانت محتاجه بس عشان يبقى اي بي مميز. راح يقول لي بص يا باشمهندس انا مش فاهم الكلام اللي انت بتقوله ده، يمشي كده؟ راح يقول لي طب انا بص اصل ده كلاس ايه، يمشي كده؟ تفهم دي؟ بس كده ينفع تزود ده؟ اه هنا بقى ينفع تزود، بس انا بقول لك اللي انا كنت كاتبه انت بس محتاج اي بي مميز بس الشبكه بتاعتك. فكل الاحوال صح يعني، انا ممكن اعتبره كده خلاص. لو واحد قال لي طب بص كده لو انا قلت له شو اي بي انترفيس بريف واتفرجت، بص يا شباب عندك انترفيس ملوك باك 0 والاي بي بتاعه 1111، خدت بالك؟ طب واحد يقول لي يعني انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن تتلف منه على الراوتر، يعني انت لو قلت له كونفي تي وقلت له انيبل انيبل باسورد اي 1 لاين في دي واي 0.4 باسورد اي 1 هتقول حضرتك لوجن، هل ينفع اتلت على الراوتر ده من الاجهزه ديت؟ لو انا فتحت جهاز زي ده وقلت له خش لي على الديسك توب على قلت له كنكت على 1111 يرد عليا؟ هيرد عليك كانه فتح الحقيقه حقيقي. طب لو عملت عليه تلت يدخلني؟ يدخلك عادي جدا. ايوه ايه رايك؟ هو اي بي كانه اي بي حقيقي لفتحه حقيقيه، ماشي كده يا حسين؟ ده بالنسبه للوب باك يعني فتحه وهميه اي بي. انا بستخدم اللوب باك على الراوتر بتاعي الغرض ايه هو الغرض ده؟ الغرض ان يبقى في اي بي مميز للراوتر بتاعي. واحد طب واحد يقول لي طب بص يا باشمهندس ازاي يعني؟ هقول لك على حاجه، وقف على الراوتر اللي في النص ده هنسمي ده راوتر واحد وده ان شاء الله راوتر اثنين والاي بي بتاعه 2222. شوف اي بي سهل ازاي، وده مثلا نسميه راوتر 3 والاي بي 3333 ده راوتر 3، واللي تحت ده نسميه راوتر 4 و4444 خلاص كده. بص لما تقف على الراوتر اللي في النص ده كده وواحد يقول لي طب انا عايز اشوف النيبر تيبل، النيبر تيبل قول له شو اي بي اصب اف نيبر الجيران. شوف يا حسين جاب لي ايه؟ بيقول لك جنبك 2119 اللي هو مين؟ اللي هو ده. جنبك 2133 اللي هو مين؟ فين 2133 ده؟ اللي هو اللي هو ده قال لا. طب ما جابش دي ليه؟ مش كان المفروض يجيب دي؟ مش دي اللي جنبي؟ وجنبك تاني 2141 اللي هي مين؟ اللي هو الفتحه ده ايه؟ ده ايه؟ على الراوتر ده. طب ما تجيبش دي ليه؟ لان النيبور تيبل بيجيب لك الراوتر اي دي بتاع الراوتر اللي جنبه مش الفتحه اللي جنبه.
ده بيجيب لك الراوتر اي دي. طب يعني ايه راوتر اي دي؟ معنى كده اقطع السبوره اعلى لوب باك. فهمت الاول يعني ايه لوب باك؟ فتحه وهميه، اعلى اي دي فتحه وهميه. طب افرض افرض مفيش لوب باك، يعني ايه اعلى يا باشمهندس؟ يعني اعلى يعني ايه؟ انا عندي فتحه على الراوتر دي اي بيها 10 0 0 1 ودي 20 0 0 1 مين الاعلى؟ 20. اه بس 20. طب قارن تقارن الاولاني بالاولاني. طب قد ما اخش على الثاني بالثاني قد لغايه ما توصل لمين اكبر. خلاص؟ ولو الاعلى الاولاني هيجيب برضه؟ يجيب. ده الراوتر، لا لا خليك زي ما انت. ده الراوتر اي بي، اعلى اي بي لفتحه وهميه. طب افرض اصلا الراوتر بتاعك ما عليهوش فتحات وهميه يا مازن، يبقى مين هو الراوتر اي دي؟ اعلى اي بي بحقه حي على الراوتر. لو جيتوا بصيتوا على الرسمه اللي قدامكم على 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 الشاشه ديت، لو جيت تبص لي حد يقول لي الراوتر اي دي بتاع الراجل ده كام؟ سيبك من دي دلوقتي اعتبرها ما اتحطتش، سيبك من دي. عندك هنا 2111 و2119، مين الراوتر اي دي هنا؟ 2119. طب الراوتر اللي هنا ده عندك 2110 و2117 و25 تحت ايه؟ يبقى 25. طب واحد يقول لي طب يا باشمهندس انا عايز اشوف الراوتر اي دي اللي على الراوتر. اقف على الراوتر وقول له الكوماند الظريف ده اهو، قول له شو اي بي اس بي اف انترفيس، شو اي بي اس بي اف انترفيس. يوم يقول لك ايه؟ الانترنت ادرس في نتورك اريا 0 25. الراوتر اي دي كام يا جماعه؟ شفتوا هنا البروسيس اي دي اللي هي لو انت بتكتب اس بي اف 1 ده الرقم بتاعك. الراوتر اي دي كام؟ 211 25. خدت بال حضرتك؟ وركزوا برضو على الحته دي، البريورتي بكام؟ بزيرو. ماشي كده؟ لو احنا جينا على فتحه السيريال البريورتي بكام؟ بزيرو. المفروض ان الديفولت البريورتي تبقى 1. طيب فاهمين حاجة في النقطة دي؟ يبقى مين هو الراوتر اي بي؟ هو أعلى اي بي لوب باك، مفيش لوب باكات، يبقى أعلى اي بي حقيقي. طيب لو تتخيل معايا أنا عايز بقى أعمل اي بي مميز لكل راوتر. طب واحد يقول لي طب بص يا باشمهندس طب ما أنت حطيت هنا الراوتر اي بي بتاع ده اديت له لوب باك واديت له اي باك 111 كده، ولو انت واقف على الراوتر ده وقلت له شو اي بي اس بي اف انترفيس وضغطت انتر يديني لوب باك الراوتر اللي كان من واحد زمان مكتوب كده 211 9. طب ما قلبش 1111 ليه؟ قال لك لازم تعمل ريستارت للراوتر او تعمل كلير اي بي اس بي اف بروسيس، توقع الاس بي اف عشان يرجع يكون علاقاته ويبني الراوتنج تيبل تاني. تمام كده؟ فانت تعملها ازاي؟ سيف وقوله ريلود او تقول له كلير، انا مش عارف الكوماند ده موجود ولا لا، اي بي اس بي اف بروسيس اهو يس اور نو يس. العلاقه وقعت والكوماند معنى صح، كانك بايه؟ كانك بتمسح الراوتنج تيبل وبتخليه يرجع يبعت الراجل اللي جنبه قال له خد الراوتنج ده، كانك بتمسح الاس بي اف وبتكونه من جديد. تمام كده؟ لما تقول له بقى كده قول له شو اي بي اس بي اف انترفيس، طلع بقول يا عم محمد راوتر اي دي 111. ماشي كده؟ طب ما تيجي نعمل بقى الموضوع ده عم انسان، اجي بقى على الراجل ده على كل راوتر كده اقف عليه واقول له كونج دي، قول له انترفيس لوب باك 0 اي بي ادريس 2222 والماسك 255 255 255. خلاص كده؟ واقول له ما تنساش بقى الكوماند اللي هو بتاع كلير اي بي اس بي اف بروسيس، تقول له يس او تعمل له ريستارت عشان يبدا يكون علاقه جديده ويعتمد القيمه الجديده اللي هي ايه؟ انت قلت له شو اي بي اس بي اف انترفيس، ايه الاخبار يا شباب؟ اعتمد القيمه الجديده اهي 2222. تعالى على الراجل ده برضه انيبل كونفيتي، قول له راوتر
انترفيس لوب باك زيرو اي بي ادريس 3333 عايز واحد يقول لي طب انا هعمل ريلود ماشي يا عم عادي يا ريلود يا كلير اي بي اس بي اف بروسس عشان يبدا الراوتر ايه يشغل اس بي اف كانه بيشغله من الاول عشان يعتمد القيمه الجديده. شوف بالظبط لما بتيجي تسطب برنامج مثلا زي الانتي فايروس على الجهاز مش بيقول لك انا محتاج اعمل لك تعمل لي ريستارت عشان اعمل ريستارت للجهاز عشان الجهاز يبدا يشتغل او يبدا يعمل حاجه زي كده بالظبط. وتيجي برده الراوتر ده راوتر 4 قول له نيبل قول له كونفيتين قول له انترفيس لوب باك زيرو اي بي ادريس كام يا شباب؟ 4 4 4 5 كنترول زد دبليو ار عايز تعمل ريلود ماشي خلاص كده يا شباب. لو انت دلوقتي وقفت على الراوتر اللي في النص وقلت له الراوتر ده وقلت له شو اي بي اس بي اف نيبر وريني جيرانك الله شفت دي يا شباب شفت المنظر شفت الشياكه في الجدول ده عامل ازاي؟ جنبك 1 1 1 1 جنبك 4 4 4 4 جنبك 3 3 3 3 خدت بال حضرتك وكاتب لك ايه؟ الفتحه اللي توصلك ليهم خدت بال حضرتك الفتحه اللي عندك اللي توصلك ليهم يعني مثلا 1 1 1 ده الفتحه اللي عندك اللي توصلك ليهم وكمان اي بي النكست هوب يعني انت هنا انت هنا على الراوتر ده ترمي على مين 1 1 1 ده هتوصل له عن طريق الاي بي ده زي ما هو مكتوب قدامك كده بالله عليك وانه اشك يا جماعه ان انا سيب الراوتر اي بي الراوتر يحسبها كده عن طريق اعلى اي بي ولا انك تعمل اي بي شيك زي الاي بي اللي انت كاتبه اللي هو بتاع الراوتر اي بي ده اللي هو اللوب باك انا احسن يا احمد ان انا اعمل لوب باك عشان يديني شياكه في الوقت ماشي كده يا شباب ماشي كده ماشي الديد تايم ها الديد تايم ايه قصه الديد تايم ده هنتكلم عنها دلوقتي يا حسين هكلمها لك بالتفصيل طيب ده بالنسبه للايه للجزئيه دي كمان يفضل بعد ما تعمل لوب باك يا جماعه يا ريت تخليه بينجابل بينجابل يعني ايه بينجابل؟ تعرف تبنج عليه يعني مثلا يا حسين لو انا واقف على الراوتر ده اللي هو ده راوتر 1 اللي هو ده خليه يبنج على راوتر 4 اللي هو ده يعني لو وقفت على راوتر 1 كده وقلت له بنج 4 4 4 4 ايه الاخبار؟ شايفه ولا لا؟ مش شايف؟ شايف ليه بقى يا شباب؟ لان يا محمد ممدوح وانت بتعمل تشغل اس بي اف هنا اديته الشبكه دي واديته الشبكه دي اديته الشبكه دي واديته الشبكه دي لازم عشان تخلي الراوتر دي بتاع البنجابل لازم ايه؟ تديله الشبكه دي كمان يعني وانت واقف هنا كده قول له نيبل مش راوتر 4 قول له كونفتين قول له راوتر اس بي اف 1 نتورك كام؟ 1 1 1 1 0 0 0 0 اريا 0 شكرا عشان يبعتك والراجل ده برضه انيبل تعمل مع كله كده كونف دي لازم تبعت راوتر اي بي تقول له راوتر اس بي اف 1 نتورك ده راوتر كام ده يا شباب؟ ده راوتر 3 نتورك 3 3 3 3 0 0 0 0 اريا 0 تعال على راوتر 2 نفس الكلام كونف دي راوتر اس بي اف 1 نتورك 2 2 2 2 0 0 0 0 اريا 0 تعال على راوتر 1 كونف دي راوتر اس بي اف 1 نتورك هتقول حضرتك اصبح دلوقتي وانت واقف على الراوتر ده لو انت دلوقتي قلت له شو اي بي راوت هيظهر لك كمان مين يا عبد المحسن هيظهر لك يقول لك ان انا شايف الشبكه 111 اه شايف دايركت كونكت وشايف الشبكه
2 2 2 2 بلوز بي اف وشايف 3 3 3 بلوز بي اف. يعني انا دلوقتي لو انا واقف على الراجل ده مين اللي كان بيبنج على مين؟ تعالى اقف على الراجل ده وبنج على 3 كده شوف هيرد عليه ولا لا. اقول له بنج 3 3 3 ايه الاخبار؟ خدت بالك؟ طب انا يا باشمهندس في الاول خالص في الوز بيف عملت 0000 والباقي 255 زي ده معناه كده انك بتقول له شوف كل اللي حواليك لوب باك اي حاجه هو هيعملها في الخارج هيعملها في الخارج شوف كل حاجه خدت بالك؟ فيفضل انك وانت شغال وز بيف تعمل لكل راوتر راوتر اي دي اي بي سهل وميزه وخد بالك عشان يبقى الراوتر القديم شغال مظبوط لازم يبقى سهل يعني ما فيش حد يقول انا هعمل راوتر اي دي 123.137 يبقى ايه في الاي دي كده بقى هو ميزته حلاوته في انه سهل مثلا هنقول ان الراوتر بتاع رمسيس ده القلب هنسميه راوتر 1 1 1 راوتر 1 الراوتر اللي في المنصوره ده راوتر 5 5 5 5 5 راوتر بتاع اسكندريه 3 ده راوتر 3 3 3 3 حتى كمان انت وانت في الشبكه راجل ادمنستريتور لما تيجي تلت عايز يخش على بتاع اسكندريه تلت 3 3 3 3 بدل ما اقعد اسال هو الايبات المبلغ اللي عليه كام؟ هو الايب اللي هنا كام ولا اللي هنا كام عشان اخر عليه؟ انما بتاع اسكندريه معروف مع كتر شغلك تعرف ان اسكندريه 3000 تعرف ان المنصوره 5000 تعرف ان بتاع اسماعيليه 4000 تعرف ان بتاع مثلا دمياط 22 سهله طيب هات حلاوتها انها ايبهات سهله مميزه عشان تمكنك من الدخول خدت بالك؟ يعني انا ممكن ابقى على الجهاز بتاعي دلوقتي عايز اخش على راوتر 1 او مايل تيرنت 1 1 1 1 اللي هو بتاع مثلا رمسيس عايز اخش على بتاع اسكندريه تلت 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 ادخل عايز اخش على بتاع مش عارف اكتب بقى ده رقم سهل بيمكنك من اداره الشغله بتاعتك بدل ما تقعد تقول هو بتاع اسكندريه كان ايميل بابليك انا تقعد بقى حليني بقى ادور على الرقم مش هتقعد تحفظ فيه لانهم ارقامهم صعبه انما ارقامهم سهله دايما اي حد بيروح يشتري رقم موبايل او خط جديد بيقوم عامل ايه يا محسن؟ بيدور على رقم حلو سهل بيدور على رقم سهل يقول لك ايه 010 3 7 ولا 3 7 3 4 0 10 5 5 1 حاجات سهله ليه؟ هذا بالظبط كده عامل زي رقم الموبايل اللي ايه؟ الحلو ده رقم حلو ده كان بالنسبه للراوتر طب انت اديتنا الراوتر اي دي ليه ولازمته ايه؟ ادي اول لازمه له ان هو سهل وبيمكنك من اداره الشبكه بتاعتك، تاني لازمه تعرفها كمان شويه. انت ما حطيتش لوب باك هيختار اعلى اي بي حقيقي. وهيشوف الناس مش محتاج اوتوماتيك مش محتاج انك تقول تعمل له باسورد يا باشمهندس ولا تعمل لمين باسورد؟ لوب باك ولا هو بيشتغل على البيت ولا بعمل لا الباسورد بتحط على الراوتر عموما. ها؟ الباسورد لما بتيجي تحطه ليه الباسورد مش على اللوب باك ده على الراوتر عموما. لما تيجي تحط كلمة سر اللي هي زي النيبل باسورد او لاين فيديو على الراوتر عموما اللي هيتلت على الراوتر طب هيتلت على اي فتحة على الراوتر؟ الفتحة دي الفتحة دي اي فتحة حتى لو على اللوب باك اسأله على كلمة سر خد بالك دي دخول كلمة سر دي عشان دخول الراوتر من اي فتحة ماشي؟ ده كان بالنسبة للايه؟ ليه؟ ايه واك يعني جه ابعت سبميت تاسك ابعت 55 هو هيشوف هيشوف اللوب باك من غير ما اعمل في بالي اضيف تاني كده عملت ريت ورك اربع اصفار عملت بقى ريت ورك اربع اصفار اه لو انت عملتها بالمنظر ده يبقى انت انت عارف عليك ده بقول له ابعت كل الشبكات اللي عندك فانت لو جيت دوست اللوك باك بالمره هيبعت لك الناس كلها تقدر لو ما دوستلوش اللوك باك لو ما عرفتهاش لو ما حطوش انت فيس لوك باك زيرو لا لو انا حاطط اللوك باك بس عشان يظهر معايا واعمل بنج عليه ويظهر الحركه بتاعتك صح الحركه بتاعتك صح من غير ما تقول له لا من غير ما خلاص بقى ما انت بتقول له شوف كل اللي حواليك ودي من كل اللي حواليك هيشوف وهي معاك في الابديت ده ده كان بالنسبه للراوتر اي دي ماشي كده يا رجاله فهمتوا الراوتر اي دي ده كان الجزئيه اللي انا كنت عايز اتكلم فيها طيب خلاص اللي انا عايز اقوله تاني التايمرز اللي حسين كان كلمني فيه يعني مش عليكم حسين بس بقولها بسرعه ايه تعالى هنا على السبوره احنا محسن بصوا شباب ادي راوتر له علاقه براوتر تاني او مربوط براوتر تاني الكابل ده كابل سيريال او كابل ايثرنت الراجل ده بيبعت للراجل ده هلو
طبعا على الاي بي 224.005. قام الراجل ده رد عليه قال له هلا طالما انت رديت عليا خد ال اس سي بتاعتي. طب بعد ما رجعت الراوتنج تيبل او ال اس سي بتاعك يبدا ايه اللي يحصل يا مازن؟ الهلو برضه شغال كل 10 ثواني. هلو ايه ده ايه ده؟ هي الهلو بتتبعت كل الهلو بتتبعت كل 10 ثواني او كل 30 ثانيه. كل 10 ثواني على التوصيلات البوينت تو بوينت او التوصيلات اللي بيسموها برودكاست. عارف يعني ايه التوصيل اسمها بوينت تو بوينت؟ لو راوتر بتوصل براوتر عن طريق كابل سيريال دلوقتي اسمحت لو راوتر متوصل براوتر بكابل سيريال دي بيسموها توصيله بوينت تو بوينت. اما لو راوتر متوصل بسويتش وفينا حتى راوتر تاني وهنا راوتر تاني التوصيله دي بيسموها برودكاست. برودكاست مالتي اكسس يعني الراجل ده لو بعد برودكاست توصل السويتش والسويتش يعدي البرودكاست توصل للراوتر التاني. انما الراجل ده لو بعد تخيل معايا ان في راوتر تاني الراجل ده لو بعد برودكاست هنا توصل لده. هل ده هتوصل هنا؟ مش هتوصل هنا لان الراوتر ما بيعديش البرودكاست. الحل الوحيده اللي الراوتر ممكن يبعت فيها البرودكاست توصل لكل الناس اللي حواليه مثلا في النطاق ده. عشان كده بيسموا التوصيله دي بي ام اي برودكاست مالتي اكسس. لذلك اي بورد ايثرنت على الراوتر والبورد ده متروج بوست بي اف تبص تلاقي الراوتر يا محمد يقول لك ان الفتحه دي نوعها برودكاست. لو متوصل بكابل سيريال يقول لك ان الفتحه دي نوعها بوينت تو بوينت. اوريها لك بشكل عام شيل كده يا محمد محسن. راوتر زي الراوتر اللي انتم شايفينه ده لو انا فتحته بص بالنسبه لفتحه فاصل 0/0 قول له شو اي بي اوس بي اف انترفيس فاصل 0/0 اسف نصف اف فاصل 0/0. بص كده يا شباب نوعها ايه؟ نتورك تايب. اقرا كده برودكاست. ليه بقى؟ اصل الفتحه ايثرنت واصله على السويتش فالفتحه ايثرنت الراوتر بيعتبرها ايه يا شباب؟ بيعتبرها فتحه ايثرنت الراوتر بيعتبرها ايه؟ بيعتبرها برودكاست. ماشي كده؟ طب الفتحه السيريال بصوا خلينا نشوف بقى سيريال 2/0 سيريال 2/0 ايه الاخبار؟ نتورك تايب بوينت تو بوينت. ملاحظين كمان سواء على الفتحه دي او الفتحه دي محدش فيكم قرب قدر يقرا السطر ده. السطر ده بقول لك الهلو كل 10 ثواني ببعت. الديد انترفال بالنسبه لي 40 ثانيه لذلك انا بستنى 40 ثانيه. يعني دي هي دي خدت بالك؟ 40 ثانيه ليه؟ لان الديد انترفال. طب يعني ايه ديد انترفال الاول؟ يعني ايه ديد انترفال يا محمد يا محسن؟ ديد انترفال بتساوي 40 سكند يعني بمعنى اصح 10 في 4 صح؟ او بيساوي بالظبط 4 في الهلو تايم. موبايلات كل واحد معاهم بقى يعملوا صامت لو سمحت. فيبقى ديد انترفال عباره عن 4 في الهلو تايم. المفروض ان انا كراوتر هقعد ابعت كل 10 ثواني هلو هلو. طبعا لما ابعت له هلو بيرد علي هلو. طب امتى اعتبر ده وقع ما اخدش منه شبكات؟ لو قعد تايم اكبر من 40 ثانيه. انا هقول لك بالظبط كده واحد معدي على واحد طب اقول له السلام عليكم. انا التاني مطنشه قمت قايل له السلام عليكم ما سمعش هقول له السلام عليكم تاني ما ردش. السلام عليكم تاني ما ردش. طب السلام عليكم ايه؟ رابع على يبقى انت بقى بعد كده يبقى انت اصلا بتطنشني بقى يبقى انا كده ما عادش في علاقه ما بيني وما بينك مش شغلانه تاني. كذلك الراجل ده بيبعت هلو طبعا مع فريق التشبيه هبعت هلو هستنى 10 ثواني ماكسيموم بالنسبه لك 10 ثواني عشان ترد تمام. هو انا مش ماكسيموم انا هبعت لك هلو كل كام؟ كل 10 ثواني. انت اعتبر العلاقه بيني وما بينك مقطوعه هستنى عليك 4 هلو تايم. لو ما ردتش عليك فاقول يمكن مزنوق يمكن مش عارف ايه خلال 40 ثانيه ما ردتش عليك اعتبر ان انا العلاقه ما بيني وما بينك ميته. لذلك ممكن واحد يلعب في التايم بتاع الهلو. تيجوا انا بص ممكن اقول عليكم العلاقه اصلا بصوا يا شباب لو انا جيت على الراوتر ده الراوتر ده المفروض انه بيبعت للراجل ده هلو
صح كده؟ وده اللي بيرد عليه. فانا ممكن اجي على الراوتر ده نوقع العلاقه اصلا، يعني ممكن اجي مثلا اعمل لواحد مشكله زي كده اقول له كونف تي. طبعا الحته دي مش عليكم بس زي بعض يعني. هتقوم قايل له ايه؟ اقول له انترفيس سيريال 2 سلاش 0. اقول له اي بي اوس بي اف. هلو الهلو انترفال اخليه يبعت هلو كل واحد سكند. ماشي كده مثلا؟ بقول له اي بي اوس بي اف. انت ممكن تبعت في الهلو تايم والديد تايم بس. لو اقصى حاجه ما يردش عليك فيها 4 ثواني. مثلا يعني. خلاص كده؟ يعني لو خلال 4 ثواني ما ردش عليك اعتبر الراجل التاني ايه؟ ميت. طبعا هضغط انتر. عارفين دي معناها يا شباب؟ الراجل التاني اصلا بيبعت هلو كل قد ايه؟ كل 10 كده كل ثانيه. الراجل التاني ده انت بتبعت كل ثانيه. الراجل وانت بتقول له الراوتر بتاعك لا خلال 4 ثواني الراجل اللي جنبي ما ردش عليا اقطع العلاقات ما بينه وما بينه. طب الراجل التاني اصلا بيرد عليك امتى؟ كل 10 ثواني هو كمان بيبعت هلو بتاعك. كل 10 ثواني بيبعت هلو. فبصوا كده مجرد ما اقول له الديد انترفال كذا ملاحظين يا جماعه بقول لك ايه؟ ان النيبور 222 على سيريال 2/0 نيبور داون انترفيس اور داش. يعني ايه؟ طب اقول له كده دو شو اي بي راوت. واحد يجي يبص كده. طب انا الراوت صح اللي انت ما عادش شايفه اللي ما بياخدش ويدي مع الراجل التاني ليه؟ المشكله ان الهلو تايم والديد تايم مش متظبط ما بين الراوترين. لو رحت لما الثانيه ظبطت يعني كان المفروض بقى تقف على الراوتر بتاعك هنا تشوف. انا عارف واحد عايز يشوف ايه المشكله حسين ايه ما بعتش ليه؟ ابص على الترويج الاقي الترويج زي الفل. امال ايه المشكله؟ اقول له شو اي بي اوس انترفيس سيريال 2/0. تيجي تبص ايه ده؟ الهلو الله والديد 4. طب ما الراجل التاني كده عمره ما هيشوفه. فكان لازم تظبط الهلو والديد بتاع الراجل التاني. فانت لو جيت على الراجل التاني قلت له كونف دي انترفيس سيريال 2/0 تقول له اي بي اوس بي اف هلو انترفال 1 سكند و اي بي اوس بي اف ديد انترفال 4 سكند. ملاحظ ايه؟ ظبطت التايمرز الدنيا هم. خلاص بقى الدنيا بقت مظبوطه ماشي يا عم حسين. فده بالنسبه للايه؟ الهلو اللي بيتبعت كل 10 ثواني. اما لو جيت رجعت لي تاني على السبوره كده يا محمد يا محسن الموضوع بتاع ال 30 سكند ده بيبقى في شبكات النون برودكاست مالتي اكسس زي الفريم ريلي اللي هتاخده في اخر حصه وزي حاجه ثانيه اسمها ام بي ال اس. تمام كده؟ بس ده بتدرس في السيركيو مش عارف. زي الفريم ريلي انت هتاخده لو انت عامل لو الهلو بتاعتك انت منتقل عبر شبكه فريم ريلي فريم ريلي تاخد لها 30 ثانيه. وبالتالي حد يقدر يقول لي الديت انترفال بتاعي بقى كام؟ 4 في الهلو 30 120 ثانيه. انا الراجل جارك هيستنى عليه 120 ثانيه عما يستقبل منه الهلو بتاعتك من غير ما يوقع العلاقه ما بينهم وما بينك. ماشي كده؟ يعني سيبك من دي. الهلو بيبيع كل كام ثانيه؟ 10 ثواني. والديت انترفال كام؟ 4 في الهلو 4 في 10 في 40. سيب التايمر زي ما هي ما تلعبش فيها هي متظبطه. بس خلال 40 ثانيه ما بعتش هلو الراجل اللي قبالك هيعتبر ان العلاقات ما بينك وما بينه مش مظبوطه. وديكم شفتوا لما لعبت في التايمرز بوظت الدنيا مع اني مراود صح الدنيا باظت. فخد بالك من التايمرز بتاعت الايه؟ بتاعت الهلو. ماشي كده يا عم محمد؟ ده كان بالنسبه للجزئيه دي. في عندك 2 تصميم موجودين بالنسبه للوس بيف. التصميم الاولاني بوينت تو بوينت، التصميم الثاني برودكاست مالتي اكسس بي ام اي. التصميم الاولاني مفيش فيه مشكله البوينت تو بوينت. الراجل ده هلو على 224 همزه هلو خد ال ال اس اي هات ال ال اس اي مش امشي والهلو بقى بعد كده شغال. والطيب هنا 10 سكند الهلو والديت انترفال 40 وهنا برضه التصميمه دي 10 و40. ايه مشكلة التصميم هنا بقى؟ تعال الأول نشوف المشكلة وبعد كده نحلها. بالله عليك أنا حاطط هنا أحمد 10001، هنا 10002، هنا 103، هنا 10004.
توزيع الايبهات بتاعي كده صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ طب غلط ولا صح؟ صح. ليه؟ صح عشان سويتش اهو. ايوه خلاص كده سويتش والسويتش بيجمع اجهزه الشبكه. صح دول يا استاذ في شبكه مش ده راوتر ده في شبكه يبقى ده في شبكه ثانيه. طب ما فيش مشكله حضرتك ده راوتر بص على سويتش. السويتش بيجمع اجهزه او بيربط ما بين اجهزه الشبكه الواحده يعني النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي نفس الشبكه. انما حضرتك بقى ممكن يبقى عندك شبكه ثانيه كده لا مش مشكله بس دي ما ينفعش تبقى 10 دي مثلا 11 30. فالديزاين اللي انا عامله كتوزيع ايبهات صح. ولو لاحظتوا ان انا الراوتر ده عامل له لوب باك وحي وده لوب باك اثنينات وده لوب باك ثلاثات وده لوب باك اربعه. تخيلوا معايا ان الراجل ده عبد المحسن في هنا شبكه وليكن الشبكه 10 او 10 ايه هنا 10 هنا وليكن 11 0 0 0 الشبكه دي اتقطعت. الشبكه دي اتقطعت. ايه اللي يحصل؟ الراجل ده هيقول لك كده على اي 224 005 يوم الراجل ده اللي يحصل يبلغ طبعا السويتش هيعتبر المعلومه اللي جايه له عن بودكاست ادريس هيعتبرها بودكاست فهيعديها كده وكده وكده فلما يلحق الشبكه 11 قطعت يبلغ بقى بقيه الناس يقوم ده يبعت ويبعت لده ولده ولده الشبكه 11 قطعت ابعت لده ولده 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 ده جت لنا انباع التاني كده جت لنا جت لنا جت لنا جت لنا انباع كده جت لنا طبعا بتيجي لنا وبتيجي لنا جت لنا عايزين نبلغ ما فيش شبكه. حصل ايه بقى؟ لف لبن جاي حصل لا مش لف لبن حصل حاجه اسمها ستورم اوف برودكاست عاصفه من البرودكاست. بعد شويه هتلاقي الدنيا هنا خنقت من كتر الترافيك اللي ماشي وبطئت لك الشبكه بتاعتك جدا. لذلك الجماعه اللي هم اللي صمموا الروز بيف قالوا لا لازم نلاقي حل للموضوع ده. ايه هو الحل؟ قال لك اذا اجتمع اكتر من راوتر على سويتش او على شبكه اسمها بقى برودكاست متوصلين بكابلات ايثرنت لابد ان يكون هناك زعيم. لابد ان يكون هناك الزعيم. والزعيم ده بيسموه ايه بقى محمد؟ بيسموه DR designated router. ما تبقاش الدنيا هيصه كده. اللي يحس بتغيير يبلغ الناس. اي واحد من الناس حق بقت هيصه. ده انا عايز اللي يحس بتغيير يبلغ الزعيم. والزعيم هو اللي يبلغ الناس. فالناس لما يجي لها امر من الزعيم تاخد الامر وتسلم بيه. ما تبعتش لحد خلاص ده الزعيم بلغني. حاجه بعد الزعيم يبقى كده انت ايه؟ ما عادش في حاجه اسمها ستورم والبرودكاست. فاحنا لازم يبقى في زعيم. اي حد يحس باي حاجه اي حد عايز يبعت الابديت بتاعه يبعت للزعيم. وبعد كده الزعيم يبلغ الناس. خلاص كده؟ فلا بد ان يكون في عندك دي ار انت اي حاجه يكون في حاجه اسمها بي دي ار. باك اب دي ار. حد عارف يعني ايه باك اب دي ار؟ باك اب يعني احتياطي، زعيم احتياطي يعني نائب الزعيم، الزعيم ونائب الزعيم. ديزيجنيتد راوتر الا هو الراوتر المنتخب زعيما. بالظبط كده زي عامل زيها هم بيستخدموا والله العظيم ده حاجه موجوده عندنا في الدنيا يعني. في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك اذا خدتم ثلاثه ها؟ لا مش فرق بلاش اسنان فامروا فامروا احدكم. إذا كنتم ثلاثة خلوا لكم كبير. يعني أنتوا اثنين خليكم ماشي مع بعض. لو أنتوا ثلاثة أو أكثر أنا عايز أتكلم مثلا بالنيابة عن الناس دي كلها يبقى لازم يبقى في زعيم. واخد بالك؟ كل دولة لها واحد بينوب عنها رئيس. اللي طبعا الرئيس يقول مثلا حصل حاجة اللي الرئيس يقول عليه زي بالظبط كده كبير العشيرة أو ال زي ما بنتجمع في الصلاة كده امام هو واحد وكله بيمشي وراه. كبير العشيره او كبير الناس هو واحد واللي يقوله عمك الحاج هيمشي على الكل واللي ملوش كبير مش كبير خلاص فلابد ان يبقى فيه ايه؟
دي ار وبي دي ار. عشان لو الدي ار وقع البي دي ار يحل محله. طيب الاول بقى ازاي الرواتر بتختار الراوتر الزعيم الدي ار؟ الراوتر الزعيم شوف اختياره بقى هو الراوتر صاحب اقل بريوريتي. اعلى هو الراوتر صاحب اعلى بريوريتي. طب افرض يعني ايه ايه بريوريتي؟ اه يا عم حضرتك ال الديفولت بريوريتي بتاعت الفتحات ده لما بتبقى جايه من المصنع بتبقى بواحد من غير ما العب فيها. طب افرض انا عايز ده يبقى الزعيم، انا عايز امسح الرسمه دي واعملها منظفه شويه. ادي سويتش، ادي راوتر، ادي راوتر، ادي راوتر، مثلا ادي راوتر 10002 10002 10003 10004. خلاص حضرتك ف هنقول ان احنا اللوب باك بتاع ده 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4. الراوتر الزعيم طبعا قلت لكم اول ما الراوتر بيبقى جاي من المصنع تبقى البريورتي بتاعت كل فتحه محمد بايه؟ بواحد. الزعيم هو الراوتر صاحب اعلى بريورتي، يعني انا مثلا عايز اخلي ده الزعيم. ده مثلا راوتر 4 عايز اخليه الزعيم، خش اقف على الفتحه ده واديله الامر ده، انت واقف على الفتحه قول له الامر ده اي بي او اس بي اف برايورتي وتقول له البريورتي بتاعتك ب مثلا 10. دي قيم تقدر تلعب فيها من صفر لما تيجي 55. ساعتها البريورتي هنا بتتحول من واحد لكام؟ بقف على اي فتحه فيهم اللي هو اللي هو اكتر من فتحه بدخل على اي فتحه ولا ثانيه واحده صحيح. هو التنافس هيحصل فين؟ الستورم بتاعتك هتحصل فين؟ نتيجه لو جبت السويتش ده الستورم هتحصل هنا ما بين الفتحه دي في الراوتر ده والفتحه دي انا مش دعوه بدي يهمني اللي دي بالظبط كده. انا مجمع اربع ديوك هنا في قفص تمام خد بالك الفتحه دي الفتحه دي ودي هنا التنافس في المنطقه دي فاخش على الفتحه دي اخلي البريورتي مثلا هنا ب 10 هنا بقى مين؟ دي ار تمام كده؟ يبقى مين هو الزعيم؟ هو الزعيم هو الراوتر صاحب اعلى بريورتي. طب افرض اصلا احنا ما لعبناش في البريورتي والراوتر جاي من المصنع ومحدش لعب في البريورتي الزعيم يتم اختياره على اي اساس؟ تحصل ستورم تحصل بروكاست كده والدنيا تبوظ. الزعيم اختاره على اي اساس؟ قال لك ان لو البريورتي كلها بواحد وما فيش اي تغيير يبقى الزعيم هو الراوتر صاحب اعلى راوتر اي دي. طبعا وانت عارف يعني ايه راوتر اي دي يا عم محمد؟ راوتر اي دي يعني اعلى لوبات. دور بقى هنا افرض كلهم بواحد. افرض كلهم بقى بواحد انا ما عملتش حاجه هنا ده بواحد ده بواحد ده بواحد بالله عليك فين الراوتر اي دي؟ اعلى راوتر اي دي اعلى لوبات انا عامل طبعا المفروض ان انا اعمل لهم كلهم لوبات مش سايبهم كلهم على الفيزيكال يبقى هو ده الزعيم لانه اربع هو ده بقى الراوتر اي دي او اعلى راوتر اي دي هو الراجل ده هو الدي ار. طيب ايه بالزعيم؟ ما انت خد بالك لما بيختاروا زعيم لازم يختاروا نائب زعيم عشان لو الزعيم وقع النائب بيحل محله. نائب الزعيم هو الراوتر صاحب صاحب ايه؟ ثاني اعلى بريورتي. مفيش بريورتي يبقى هو الراوتر صاحب ثاني اعلى راوتر اي دي. مش اي دي. ها؟ ما اي دي. ما انت لو ما حطيتش اي دي اكيد حاطط اي دي هتعرف تفتحها؟ هيتم اختيار ما راوتر اي دي معناها ايه؟ انا بتكلم بمنطلق عام الراوتر اي دي ايه؟ اعلى لوبات. خدت بالك الراوتر اي دي هو اعلى لوبات طب افرض مفيش لوبات اعلى اي فيزيكال ده الراوتر اي دي سواء كان بقى لوبات او فيزيكال. طيب تعالى كده ترش لي على الشاشه عايزين نعمل الموضوع ده كده محمد ابو محسن ترش لي على الشاشه بتاعتنا
انا هقف على الراوتر بتاعنا ده ولو قلت له شو اي بي روست اف انترفيس روست زيرو سلاي زيرو شو اي بي روست اف انترفيس فاست زيرو سلاي زيرو. بصوا يا جماعه البريورتي كام؟ واحد. البريورتي كام؟ البريورتي واحد. خدت بقى حضرتك البريورتي واحد. طيب هقول لك على حاجه، طبعا مفيش حد هنا متوصل معاه، انا ممكن انا امسح الجهازين دول كده يا محمد انتبه لحضرتك، ممكن اجيب لك راوتر تاني هنا واجيب لك راوتر تاني هنا ونوصلهم على السويتش بتاعنا. نحط الفات اي بي ده هنا والاي بي ده هنا. حد يساعدني كده ان احنا نحط الاي بي ده هنا كده؟ كله نيبل، كله كونفيدي انترفيس فاست زيرو سلاي زيرو نو شوت داون اي بي ادرس 2112. والماسك كام؟ جدع. ونيجي على الراجل اللي تحت ده نحط له برضه الاي بي بتاعه. انترفيس خلاص كده يا شباب. الحته الثانيه كمان اللي عايزين نعملها، عايزين نعمل لوب باك كده، يعني مثلا هنسمي ده مثلا نقول عليه راوتر 7 ونديله اي بي 7777، ونسمي الراوتر ده مثلا راوتر 8 ونقول اي بي 8888. طب اعمل هنا اللوب باك بقى ازاي؟ اقول له انترفيس لوب باك 0 فتح اي بي ادريس 7777 والمصر دي ما فيهوش الاي بي واحد بس. تيجي برضه على الراجل ده كله انترفيس لوب باك زيرو انتر اي بي ادريس 8888 والمصر. خلاص كده؟ لاحظوا ان الراوتر ده مش متراوت بروز بيف، ولا الراوتر ده كمان متراوت بروز بيف. فتقوم تقول له يا عم احمد وانت خلينا على الراوتر ده راوتر بلس بيف، قول له راوتر بلس بيف 1 نتورك 2111 3 فاكر 0000 اريا 0. والناس الصح تعمل ايه؟ برودكاست لمين يا شباب؟ للراوتر اي دي. ونيجي هنا للراوتر ده راوتر 7 قول له راوتر اوسبل اف 1 نتورك كام يا شباب؟ 207. احمد عبد العزيز كان قال لي وانا ينفع اعمل كده؟ صح ولا غلط؟ صح. بدل ما اقعد اقول له نتورك 2112000 نتورك 7777000 دي معناها ايه؟ شوف كل اللي حواليك، كل الفتحات اللي حواليك. ماشي كده يا عم احمد؟ دي معناها شوف كل الناس اللي حواليك. ملاحظ ان في ادجيسنس جات لك من النيبور بتاعك 8888 والمفروض تجي لك ادجيسنس من النيبور اللي هو ايوه 1111 مظبوط. خلاص كده؟ اللي هي لا الرام كنت كده. الرام كنت كده بتبعت لك بقول لك انت عارف دي معناها يا ابني؟ عارف دي معناها ايه؟ بقول لك الاربع جارك جارك النيبور النيبور الاربع تمانيات بعت لك الفل رام كنت كده.
لدرجه ان الدبل اللي عنده مش انت تشوف. وبالتالي الراوتر بتاعك اهو لو انت وقفت عليه وقلت له شويه كبيره هيبقى شايف كل الدنيا بروز بيف. ليه؟ اصل جارك بعت لك الشبكات. ماشي كده يا عم احمد؟ ماشي. يلا شو اي بي اس بي اف شات سيت. يا عم طيب بس لا بس ايه؟ مفيش اللي انت بتقول عليه. ماشي كده؟ اللي انت بتقول عليه ده مش موجود. موجود حاجه ثانيه شبيهه بيه. بس هي ظهرت اصلا قدامك. شوف كلمه هي ظهرت. هي ظهرت قدامك يا باني. طيب كده يا شباب. وبعدين يا عم محمد اقوم عامل ايه؟ دول فين يا عم؟ نسيتني. يلا. انت مع حط كده لازم تنسيني. ها؟ خلاص كده يا شباب؟ ف ده بالنسبه للراوتر الصراحه. لكن بالنسبه للراوتر 7 اللي احنا واقفين عليه. السؤال دلوقتي عايزين نشوف مين فيهم الدي ار. مين الدي ار؟ لاحظوا ان البريد هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد. مين الدي ار؟ هو الراوتر صاحب اعلى راوتر اي دي. هنا واحد هنا سبعات هنا ثمانيات اعتقد ده. اقول لك عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ اقف عليه. او انا اي واحد ثاني. قول له شو اي بي اس بي اف انترفيس فاست 030. بريد بواحد ستيت بي دي ار. حد يقول طب المفروض ان الستيت تبقى دي ار، عارفين ليه يا جماعه؟ اصل انت قومت ده الاول فبقى ده الدي ار، رجعت انت لما قومت ده بقى هو البي دي ار. ف عشان تضمن ان يحصل انتخابات ما بين الثلاث رواتب من اول وجديد اعمل ستارت للسويتش اللي هنا ده. طبعا انت لسه ما اخدت السويتشنج، بس السويتش زيه زي الراوتر في نيبل مود وفي حاجه اسمها ريلود. تعمل ستارت. وبعد الريلود ما يخلص انتظر شوف بقى كده مين فيهم اللي هيبقى الدي ار، مين اللي هيستحق يبقى الدي ار. ماشي انا هقلع الراوتر بتاعي اهو. اقول له شو اي بي اس بي اف انترفيس فاست 0 فلاش 0. ها ستيت ويتنج لسه بيحسبها. لسه بيحسبها. استنى لما الرومه بتاعت السويتش تخضر يبدا يبعت ال تخضر. استنى بقى لما يبعت الادجسنسي بتاعت النيبرز بتوعنا يبعتوا ال ايوه نيبر 1 1 بعت اهو والنيبر 7 7 7 يبعت كمان اهو بعت. كل شويه بيوز بيوز انترفيس راوتر اي دي كام؟ تمام تمام ستيت الله الله دي بريورتي واحد. طب بالله عليكم يبقى السبعه نوعه ايه بقى؟ بي دي ار. بي دي ار ستيت. طب قال لها يبقى راوتر وين جت السطور؟ انت وقفت عليه كتاب لك ايه؟ دي ار اذر او دروفر من عامة الشعب. تمام كل الناس اللي متوصله الرواتب اللي متوصله على سويتش اما انه يكون زعيم واما اللي هو دي ار او اما انه يكون نائب زعيم بي دي ار واما انه يكون دروزر او دي ار اذر. لا ده ولا ده انا من عامة الشعب. طب سؤال يا جماعه انا عايز اخلي الراوتر ده هو الزعيم ادخل على الفتحه دي واعلي البريورتي. طب تيجي نعملها؟ نوقف عليه اهو. قول له انترفيس. اي بي اس بي اف برايورتي. اختار لك رقم من 0 ل 255. على فكره بالنسبه لرقم 0 ده الراوتر اللي ياخد رقم 0 يستحيل يكون لا دي ار ولا بي ار. هو الديفولت بتاعه بواحد بس اللي ياخد صفر ده عمره ما هيبقى لا دي ار ولا دي ار حتى لو كان عليه اعلى لوب بس عمره ما هيبقى دي ار او دي ار كده خرج من المنافسه تماما ده او البريورتي بصفر ده. لا انا عايزه يبقى هو دي ار. اقول مثلا البريورتي بتاعتك كده بكام؟
بعشر. طب بالله عليك يا مازن دلوقتي هل هو دلوقتي يبقى دي ار؟ لا طبعا عمره هيبقى دي ار. عارف ليه يا مازن؟ عارف ليه؟ ليه؟ لان الزعيم موجود ونائب الزعيم موجود. لازم تحصل انتخابات، لازم تحصل انتخابات من الاول وجديد. لازم تحصل انتخابات منين؟ من الاول وجديد. ازاي؟ تراست السويتش مره ثانيه. انتظر على ده شوف بقى وضعه هيبقى. هيبقى احنا بنعمل ستارت السويتش اهو، وتنتظر على الراوتر بتاعك شوف قصته هتبقى ايه. شويه بيوز ليفن ذا فيست تويكينج هيبقى ايه بعد الناس الثانيه تبعت بس الراوتنج تيبل بتاعها للراوتر بتاعنا وهنشوف القصه ايه. ايوه بعد ما هو ستيت ايه يا شباب؟ يبقى انت تخلي ده مين؟ الدي ار. طب واحد يقول لي طب فين البي دي ار؟ اكيد بقى ده هيبقى البي دي ار لان مفيش بريورتي بقى، فيعمل المقارنه ما بين ده وما بين ده على مين؟ على الراوتر اي دي. الراوتر اي دي ده 8 وده 7 بدل دي ار، وده دي ار اذر او دروس او من عامة الشعب. فهمت قصة الدي ار والبي دي ار؟ هي اتعملت اصلا ليه؟ عشان ما يحصلش ستور من البرودكاست. هو اوتوماتيك هم بيختاروا حاجة زي كده، بس انا حبيت افهمك ازاي انت لو انا عايز الراوتر ده يكون هو الدي ار، الثاني ده هو البي دي ار، بس هم اوتوماتيك بيعملوا حاجه زي كده من غير حتى ما انت تتدخل. ماشي؟ ادي كده عايز اقولها لك. خليني ارسم رسمه كده على الصفحه. مش ايه ده محسن؟ ساعة ما تلاقي سلك كل الناس متوصلة عليه ده سويتش. سويتش اهو يعني لما اعملها كده بصوا ادي راوتر، والراوتر ده هنا فيه هنا سويتش، وادي جهاز وادي جهاز، انت تعرف ان ده ايه؟ ده سويتش اهو. فانا بقول لك الناس دي متوصلة على سويتش. ماشي كده؟ بيتهيألي كده يا احمد الديزاين الاولاني ده اللي هو البي ام اي، والديزاين الثاني ده اللي هو بوينت تو بوينت. مش المفروض كده هرب عشان لو حصل اصطدام بيصطدم هنا؟ المفروض ايه؟ مش المفروض هرب من السويتش لان السويتش كان بيبقى اصطدام على حد بتاعته؟ الرمز ده على الورق بيدل على انه هب او سويتش. الناس دي كلها في شطاح، ما بنبصش لاصطدام او ما فيش صبار، هما كلهم على ايه؟ على اتصال او في شبكه واحده. هب او سويتش مش هتفرق، ده الرسمه بتاعتهم على الورق زي ما بعملها كده على الورق. انت درست الفيزياء في الثانويه العامه؟ دي ايه؟ دي مقاومه، هي المقاومه شكلها في حاجه كده بالظبط. طب بص بقى كده يا سيدي، لو قلنا ان في شبكه هنا اسمها الشبكه 10 0 0 0 وتخيل معايا ان الشبكه دي قطعت، يقوم ايه اللي يحصل؟ مين اول واحد يحس؟ يبلغ مين؟ ولا يبلغ كله؟ طبعا لو ما يبلغ كله طب انا وين؟ لا طبعا. امال ايه قصه الدي ار والبي دي ار ده عشان نكنترول البرودكاستر؟ يقوم يعمل ايه يا عم مازن؟ يقوم باعت للدي ار والبي دي ار، بيبعت لهم على الاي بي 224.006 جديد. يبقى اي حد يحب يبلغ الدي ار حاجه يبقى يبلغوا له على الاي بي الخاص 224.006.
ماشي كده؟ مين اول ناس عرفت؟ ده عرف ده عرف؟ لا ما يعرفوش دلوقتي مين اللي عرف؟ ده وده. بس خدوا بالكم البي دي ار ملوش اي لازمه غير ان لو الدي ار وقع هو يقوم بس ملوش اي لازمه. الدي ار وقع ده ياخد مكانه. المهم الشبكه 10 لما وقعت ده اما بلغ الدي ار. طب الدي ار لما عرف طبعا الدي ار عرف. طب الدي ار يقوم مبلغ مين؟ يقوم مبلغ ده بقيه الناس بقى عامه الشعب اللي هم الدي ار اذر او الدروسر يقوم يبلغهم على الاي بي 224.005. يبقى لو حد عايز يكلم الزعيم يكلمه على الاي بي 224.006. لو الزعيم عايز يبلغ عامه الشعب حاجه يبلغهم على 5. محدده كده لغايه دلوقتي ده عارف؟ محدده كده دي اصل بس ما مضي بس حد عارف؟ ده عارف؟ بعد ما المعلومه توصل لده وده يعرف يقوم ده بعت لده كبوينت تو بوينت اتصل كبوينت تو بوينت. البوينت تو بوينت زي ما انت عارف بيبعت على الاي بي 224.00 كام؟ 5 زي ما انت اخدت الحصه اللي فاتت. صح كده؟ شفت انت بقى شفت ده عرف ازاي؟ ده قام مبلغ الزعيم ونائب الزعيم. الزعيم قام مبلغ بقيه الناس اللي موجودين على نفس السويتش. ده طلع متوصل بالراجل ده بوينت تو بوينت فقام مبلغه وقال له خد بالك الشرط 10 اتمسح حتى مسحها من عندك. الدي ار مش بيبعت للدي ار تاني؟ لا يبعت له هو عارف معاه في نفس التوقيت. خد ده عارف كل حاجه بس ساكت ومدكن. بالك ما يقدرش يعمل اي حاجه. طب لو دي اول مش مهندس بي دي اول بيشتغل طيب بيبقى في بي دي اول تاني بعده طبعا خد بالك هم كرسيين. مش كده يا عم احمد؟ ادي كرسي وادي كرسي. هنا الزعيم هنا البي دي اول. الراوتر ده وقع دايما دي اول وتحصل انتخابات ما بين الناس التانيه الموجوده على انهم يبقوا عشان لما ده كده ده وقع ده يبقى الزعيم وده لسه واحد من دول هيبقى الفيديو اه. طب السؤال بقى يا جماعه بصوا كده سؤال برضه احمد يعني اصابه يعني ده الزعيم صح كده؟ الكابل ده اتقطع ركز يا حاج احمد الكابل ده اتقطع الديار بقى فين؟ بقى في الشارع ده بقى مينه؟ هنقول حصلت منافسه ما بين الثلاثه دول بقى هو ده الفيديو اه. رجع الزعيم اتوصل تاني دي ار القديم رجع اتوصل تاني يبقى ايه بقى عم احمد اللي يحصل؟ هيبقى زي ما كان هيبقى من عامه الشعب مع انه يستحق يبقى الزعيم اصل حضرتك خلاص الكراسي حصل انتخابات وكل واحد قاعد على كرسيه يعمل ريستارت عايز تعمل اعاده انتخابات اعمل ريستارت للسويتش يحصل اعاده انتخابات ولا يبقى هو الزعيم ولا تمام؟ مش كده يا حاج عم؟ شكرا